الجمهور اللي بيشوفنا دلوقتي حقه علينا ان احنا نوضح له كثير من الامور اللي احيانا بتكون خافيه عن البعض. اتفضل. اولا نادي الاهلي، لانه بتجيلنا مطالبات كثيره جدا يا كابتن عبد الحميد، انتوا سايبين الشباب المحبوس في هذه القضيه ومش بتساعدوه وخرجوهم، والامور العاطفيه اللي انت عارفها. طبعا مجلس اداره النادي الاهلي وجميع مسؤوليه والاداره التنفيذيه بتتالم اشد الالم لاي مشكله او يعني ازمه يتعرض لها احد افراد جمهور النادي الاهلي العظيم اللي بيتحمل حقيقه المشاق من اجل مسانده النادي الاهلي. أكيد. لكن ما حدث في مباراه مونانا كان خروج عن النص للاسف الشديد، اعاد الموقف الى المربع صفر زي ما قلنا قبل كده، وحرمنا مره اخرى من لعب استاد القاهره بسبب الشغب اللي حدث من قله من الجمهور. تم القاء القبض على عدد منهم وخضعوا لتحقيقات، والان هم قيد المحاكمه. وبالتالي لا احد في مصر، مش النادي الاهلي بس، لا احد في مصر يستطيع ان يتدخل لدى الجهات القضائيه في سير القضيه، لكن ما يمكن ان يوفره النادي الاهلي هو للمظلومين والذين لم يكن لهم ذنب ولا جريمه في هذه الاحداث، انه اللجنه الموكل اليها الشؤون القانونيه يعني في النادي الاهلي بمساعده هؤلاء الشباب تقدم كل ما تستطيع من اجل المساعده، ونتمنى ان شاء الله انه المحاكمه يعني الا تطول اكثر من ذلك ويفصل فيها، بحيث انه اذا كان هناك اشخاص ابرياء يخرجوا الى اسرهم والى مستقبلهم والى دراستهم، لان زي ما قلت لحضرتك الموضوع ده مؤلم جدا لينا وللاهالي ما فيش شك. اكيد يا شريف. رقم اثنين، الحقيقه انه بالامس يعني كان في مناشدات من الجمهور لما توفي والد احمد صبره، وكان في المستشفى الحقيقه يبدو انه كان مريض وكان بيعالج، وقالوا انه على الاقل يعني احمد لو يقدر يخرج يحضر الجنازه ويشوف والده ده هيكون عمل عظيم. الكابتن محمود الخطيب وجه على طول العميد محمد ورجان المدير التنفيذي للنادي، وتم تشكيل ما يشبه خليه الازمه في النادي من اجل الوقوف على الاجراءات القانونيه في هذا الاطار، لان انت دايما محكوم بالقانون. الشؤون القانونيه الحقيقه سالت في النيابه الجهات القضائيه، وفي النهايه تم الاتفاق او كان الاجراء اللي نقدر نعمله هو تقديم طلب الى مصلحه السكون في الولايه. الحقيقه تم التواصل مع مسؤولي مصلحه السكون واللي هو اشرف عز العرب مدير المباحث، وتقدمنا بطلب من اسم النادي الاهلي، وانا الحقيقه على صفحتي كان الطلب ناقص ان احنا نحط عنوان دقيق لاحمد، وانت تتحدث عن جنازه بعد ساعات قليله. مصلحه السكون مشكوره ارسلت الفاكسات الى الجهات المعنيه بتحصل على ثلاث موافقات، مديريه امن القاهره اللي بينتمي ليها احمد صبره، وقطاع الامن الوطني، وقطاع الامن العام. مش عايز اقول لك قد ايه القطاعات الثلاثه كانت متعاونه، ويعني شافت ان ده موقف انساني ما يتاخروش عنه. تواصلنا ايضا مع اللواء خالد حمدي مساعد وزير الداخليه للاعلام والعلاقات ومكتب السيد الوزير، وانا عايز اشكرهم الحقيقه، العميد سامي ليلى او اللواء خالد حمدي، اللي عرضوا الامر على السيد الوزير بموجب هذه الاوراق القانونيه اللي سيادته توجه على الفور الساعه 4 فجرا يا كابتن فندم، الساعه 4 الفجر تلقينا اتصال من مصلحه السجون يفيد بموافقه السيد الوزير على خروج احمد لحضور الجنازه. ايضا المحامي سامي الرفاعي من الشؤون القانونيه توجه لانهاء الاجراءات، وخرج في ساعه مبكره من صباح اليوم احمد، وكنا متابعين الحقيقه مع المسؤولين غار البيت في حدائق القبه، ثم مسجد ابو المكارم الزغل اللي شاهد صلاه الجنازه. يعني بنتمنى للفقيد ان يتغمده المولى بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، وانه احمد ان شاء الله ربنا يفك قيده قريبا بعد هذه المحاكمه هو وزملائه. يعني احنا دايما يعني القضاء هو ملاذ الوطن زي ما بنقول، لكن في نفس الوقت ما نقدرش ابدا تدافع عن حد اخطا مره واثنين. صحيح الشباب صغير متحمس، لكن مباراة مونانا ما كانش في أي داعي أبدا إن إحنا نعمل هذا الخروج عن النص والشغب، اللي ضر الشباب ضرر كبير كابتن عبد الحميد، وضر النادي الأهلي بالغ الضرر. أنت كان زمانك بتلعب النهارده في استاد القاهرة بحضور 40 و50 ألف متفرج، وبالتالي الجهات الأمنية معذورة. الناس يهمهم تأمين المنشأة، أولا الأفراد يهموا تأمين الفرد ويهموا تأمين المنشأة وكمان علاقة طيبة. أتمنى بقى إن إحنا يعني ننسى يعني اي تاريخ قديم. صحيح ولادنا وشهدائنا لا يمكن ننساهم، لكن في ناس بتدخل على الخط يا كابتن حميد بتستضفي المعركه وبتحاول اثاره الفتنه بين الجمهور والشباب المتحمس،
وبين الاجهزه الامنيه زي اللي حصل بالظبط في برج العرب، وقال لك ده قبضوا على 50 واحد، ده على 100 واحد، ده بالظبط مش عارف ايه. بالظبط. الحقيقه استوقفوا بعض الشباب اللي كان بيشتبه في انتمائه ل بعض، مش عايز اقول الجهات، لكن ربما بعض التشكيلات او ما نسميه الروابط، لان قانون الرياضه الجديد كما تعلم مكاتب الحميد بيحظر تشكيل هذه بالظبط الروابط. بالظبط. والناس بعد بدايه الشغل، رقم اثنين، معظم هؤلاء الشباب ما كانش عنده تذكره، واحنا حذرنا من التوجه الى استاد برج العرب بدون التذكره، التذاكر كانت موجوده، واي حد كان بيطلب تذكره كنا بنديله طالما سجل على الموقع الالكتروني، او اللي ما سجلش كنا بناخد صوره بطاقته وبنديله. تمام. فالحقيقه كانت التذاكر موجوده. فاحنا بنتمنى على جمهور الاهلي العظيم ان هو يفوت الفرصه على اي حد بيحاول الوقيعه بينه اولا وبين اداره النادي، بينه ثانيا وبين النادي مع الجهات المسؤوله في الدوله، لانه في النهايه احنا لا نريد الا موسم رياضي محترم، الشباب يروحوا الاستاد يشجعهم بمنتهى الاريحيه ويدخل باحترام ويستمتع بمباراه كره القدم بعيدا عن اي اهانه او اي احتكاك لرجال الشرطه. وزاره الداخليه ورجال الشرطه لا يعنيهم في المقام الاول الا تامين هؤلاء الشباب وتامين الجمهور وتامين المنشاه والمباراه تخرج في احسن صوره. محدش عايز يدخل في متاهه كابتن محمد. اكيد انا يا شريف. الفرصه من خلال قناه النادي الاهلي مره اخرى، ويعني باسم مجلس اداره النادي الاهلي بتوجه بجزيل الشكر والامتنان الحقيقه للسيد الوزير المحترم محمود توفيق وزير الداخليه ورؤساء القطاعات سواء امن الدوله او الامن العام او الاعلام والعلاقات او مكتب سيادته الحقيقه او مصلحه السكون على جهدهم، لانه اللي حصل اقدر اقول لك انه ملحمه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. الساعه 1 بالليل تقدم طلب، الساعه 4 الصبح السيد الوزير رغم ان الموضوع ده موضوع بياخد اجراءات مطوله يدي قرار انه احمد يخرج ويحضر جنازه والده. فيعني ربنا يصبر احمد والنادي الاهلي معاه وفي ظهره ومع كل الشباب، بس نتمنى الالتزام دايما بالاطر المحترمه وبالتشجيع المثالي وبالقانون. أكيد يا شريف، يعني كلام حضرتك كلام مهم جدا جدا وحمل بين طياته معاني كبيرة جدا. أكيد السادة المشاهدين عارفين كلام حضرتك من الألف إلى الياء لغاية ما نهيت معاك الكلام لغاية دلوقتي، لكن أنا هسأل حضرتك سؤال مباشر عشان تبقى إجابته مباشرة برضو، مع إن حضرتك قلت في طيات كلامك أو نصحت الجماهير، لكن أنا هسألك السؤال مباشرة وحضرتك متحدث جيد وبارع ومقنع في نفس الوقت، عايز نصيحة لحضرتك للشباب اللي بيروحوا يشجعوا. كابتن صدقني نصيحتي انجاز لينا ان هم انها تكون نصيحه وهم اخواتنا الصغيرين واولادنا ان هم يستمتعوا. يجرب كده ما ينسقش في قصه التفكير الجمعي ومرحله الاحتقان، وياخد الامور ببساطه شديده، ويدرك بس انه نظرا للاحداث السابقه ففي ربما تكون بعض الاجراءات اللي زايده شويه من اجل تامينهم، فيتحملوا هذه الاجراءات لان احنا اللي عملنا في نفسنا كده يا كابتن حميد، ويروحوا يستمتعوا، يروح يشجع بس فرقته علشان يسعد بهذا الامر. خلي بالك كابتن عبد الحميد، اكثر نادي متضرر من غياب الجماهير هو النادي الاهلي. اكيد بلا شك. وقوه النادي الاهلي تكمن في جماهيره. بلا شك. النادي الاهلي جمهوره فعلا هو اللاعب رقم واحد. واحنا نفسنا انه استاد القاهره يمتلئ عن اخره دايما جمهور النادي الاهلي في كل مباريات محليه وافريقيه. والكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره كله بيبذل جهد خرافي الحقيقه مع المسؤولين من اجل عوده الجماهير بشكل كده. بس انت كمان محتاج مساعده الجماهير، وان يكون في ضمانه من الجماهير انها تمنع اي شخص مندس بينهم يحاول اثاره فتنه زي ما قلت لحضرتك. اكيد. الموضوع هياخد شويه وقت، تحمل ونتعامل بشكل كويس وراقي، وبالتاكيد هيكون الطرف الثاني على نفس القدر ان لم يكن افضل، لان هم في النهايه لا يعنيهم زي ما قلت لحضرتك الا ان اولادهم يستمتعوا والمباراه تخرج على خير، وهم كمان بيحبوا الكوره وبيحبوا مصر ومنهم الاهلاوي ومنهم اللي غير كده، فما عندوش مصلحه ابدا، ما حدش عنده مصلحه كابتن عبد الحميد انه ينكل او يسيء لمشجع جمهور لمشجع كره قدم او شاب. أكيد أكيد أكيد. أستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي البارع باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على